شكرا زميلي سعد، فعلا مثل ما تفضلت كابتن، اليوم عندنا كابتن يعني مدرب المدربين منى شكر الله من مملكه البحرين، يعطيها العافيه، جايتنا زيارة لكن هي مدربه، ودنا اول شيء نستفسر عنها زيارتها. استاذه منى شكر الله، مدرب المدربين، يعطيك العافيه، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، وشكرا اللقاء اللطيف هاي. انت دائما اهل البحرين جريبين ودول الخليج كلهم جريبين لقلبنا، لكن زيارتك الى دوله الكويت، انت عندك اكيد عمل هنا موجود، لكن ودنا اول شيء قبل ندخل بهالموضوع تكلم عن سوق المباركيه، شنو شفت اليوم في الكويت؟ شنو شاهدت من هالفعاليات الحلوه هذه؟ الله على سوق المباركيه، سوق المباركيه عباره عن الحب، عباره عن نبض قلب الصراحه. اقول لكم بقلب بحرينيه محبه لدوله الكويت صراحه بكل امانه، روح الكويت في سوق المباركيه. حالات التيل المباركية تشم ريحة البخور والأكلات الشعبية، خصوصا الأجواء اليوم مع الطابع اليمني والرقصات الشعبية زادت السوق حلاوة صراحة. ممتاز، يعني ما شاء الله شفت الأجواء الحلوة اللي احنا في سوق المباركية، لكن احنا برنامجنا كل يمعة وكل سبت من الساعة 7 إلى الساعة 8، أول شيء ودنا نتكلم عن يعني وصولك، وجودك هنا، أنت كونك مدربة المدربين، شنو الدورات اللي تعطينا؟ شنو العمل اللي أنت موجودة فيه؟ شنو اللي احتكيتي مع أكثر من شغلة؟ للأمانة أنا جاية إن شاء الله بعد بكرة عندي دورة مع أصدقاء بهاء فوتو فريندز، مجموعة شبابية كويتية وصلوا بإنجازاتهم إلى العالمية ورفعوا رأس الكويت فوق، إن شاء الله راح أقدم الدورة يوم الأحد. أيد زياراتي تكون عديدة لدولة الكويت صراحة، ما نقدر ننفصل عنكم للأمانة. الحين خصوصا في 2017 واصلين احنا عبارة الخليج دولة واحدة، خصوصا الكويت والبحرين. يعني نوع الدورة شنو هي؟ في يمكن في بعض الدورات تختلف عندك، شنو انواع الدورات اللي تعطينا؟ كل ما يتعلق في فنون العرض والإلقاء ولغة الجسد ومدربة مدربين، أي نخرج مدربين نهيئهم لكي يكونون مدربين في المستقبل وتطوير الذات. احنا نقول لك يعطيك العافية المدربة المدربين منى شكر الله، عساك على القوة من مملكة البحرين اخواننا وهنا في كل دول الخليج، يعطيك العافية، ونقول لك مو بلدك الثاني، هذا بلدك الأول. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله، مؤيدين ومسددين بعون الله تعالى. شكرا مشاهدي الكرام، كنا معكم في هاللقطات الحلوه الجميله مع منى شكر الله من مملكه البحرين. راح ننتقل الى فرقه شباب حضرموت اليمنيه، نستمتع معاكم للساعه 8 في اسواق المباركيه.